بلاش لو في النصيب مجروح. جمعنا يا حب الوطن، لا فقير ولا غني، بالعمل نبني اليمن، عاش الوطن يا مني. جمعنا يا حب الوطن، لا فقير ولا غني، بالعمل نبني اليمن، عاش الوطن يا سيوف الظلم. وحلفنا وقسمنا القسم، نزرع خير بموطني، عاش الوطن يا ماني، عاش الوطن يا ماني. أقدم حضارات الزمان أول وآخر وطن، عشت يا أرض اليمن، عاش اليمن وطني، عاش اليمن وطني، عاش اليمن وطني. افتحوا الباب، افتحوا الباب، والله لاقتلك يا خالد واشرب من دمك. افتح الباب يا خالد، افتح الباب. انتم تكتتب لكم حياة جديدة، وبنت اللي ما شافت شي من الدنيا تموت. وقال لك الحياة عادلة، عبد الله قم، خليك عندك. لقيت تقتلنا يا سالم، اقتلنا، اقتلنا يا سالم، انا جاهز يا سالم، اقتل. سك سك الكل. تقتلنا قال، ما احناش مجرمين ولا سفلة مثلكم يا متوردين، احنا يمنيين عندنا انسانية.
الحمد لله على السلامة يا حكيم. سلامتك. عرفته انك ما رضيتيش تاكلي اذا ما اكلناش انا والشباب. الله يا حكيم، انا لو عليا انا مستعده اجلس بدون اكل لو هذا بيشبع الناس في بلدنا. الجوع مش سهل، يوم يومين ثلاثه وكنا سنموت. انا ام الشهداء، ما في شيء صعب عليا. الله يرحم، الله يرحمهم ويرحمك. انت داري يا محمد ايش كنت احسب ان انا عشت اصعب ايام حياتي وانا شباب، لكن الان اقتنعت انني كل اللي شفته كوم واللي يحصل الان كوم ثاني. ايش حصل للناس؟ ليش الشر يتغول ويكبر واتباعه يزيدوا؟ صرت حاسس انه بعد كم سنة ما يبقى للخير مكان هذه الدنيا. لا يا حكيم، الخير يبقى، الشر مهما طال لابد بيجي يوم بينتصر الخير بالنهاية. والدليل اللي عشته انت ايام الامام، هذا اكبر اثبات يا حكيم. اعوذ بالله من هذيك الايام، اعوذ بالله. كيف أستر وجهي أمام اليهود؟ كيف؟ اقبل بزواجهما وانتهت المشكلة. لا، لن أقبل بزواج ابنتي قبل أن تعود إلى المنزل وقبل أن يفتضح أمرها. ستعود يا سيد شمعون، ولكن لنزوجها. لن أزوجها قبل أن تعود إلى المنزل، ألا تفهم يا سيد؟ ألا تفهم؟ ستعود إليك وفي الليل كي لا يراها أحد من جيراني وأقرباء اليهود. حاضر حاضر، السلام عليكم. ولما هذه الابتسامة يا أبي؟ لقد تخلصنا من هذا الزوج دون أن نعيد إليه ثمن المنزل. وكيف ذلك؟ لن يستطيع أن يفعل شيء في هذا الأمر، سيبقى على أمل أن يتزوج بأختك سارة فقط. ألا يستطيع تقديم شكوى علينا؟ لا، لن يستطيع فعل شيء. هو باعني البيت وقبض الثمن ولا يملك أي وثيقة تدل على أنه ما زال يمتلك المنزل. أرجوكم، أتوسل إليكم، لا ترجعوني لأهلي. لقد وعدنا أبوك بأن يعقد قرانك وأنت عنده. إنه يكذب، والله يكذب. أقبل أيديكم، لن ترجعوني إليه. ونحن لا نستطيع فعل شيء طالما والدك على قيد الحياة ولم نأخذ منه الموافقة. هيا يا ابنتي، هيا اذهبي وهيئي نفسك للذهاب مع نجيب إلى منزل والدك. فعلتك القبيحة تستحق ذلك يا نجيب. ماذا تقولين؟ الشاعر ضرب البارحة؟ نعم يا سيدتي. يا إلهي، أريدهم اليوم تحت قدمي هاتين، هل فهمت؟ أمرك مولانا. تحرك. سينالون جزاءهم، أقسم على ذلك. لن أسمح لك إلى تقوى حتى ولو أن جبت الطفل طارش. سأتخلص منك ومنه ومن سعدة. سيبقى طارش لي أنا وحدي، فأنا سيدة هذا البيت ولا أحد سواي. ستري يا تقوى. وضرب ولم يقطع لسانه؟ لا أدري إذا قطعوا لسانه، المهم أنه ما زال جميلا وتتغزل به جميع نساء القصر.
سارة، أديني أديني أنك لن تتزوجي بغيري. أعدك ولن أخلف وعدي مهما كان يا نجيب. وأنا أشهد الله أني لن أتزوج غيرك أبدا. هذا أنت يا سارق البنات من بيوت أهلها؟ أنا لست سارقا. الذي يفعل ما فعلت وأكثر من سارق، بل هو لا أخلاق له. وما تسميه من يخون العهد ويتراجع عن كلامه، قلها يا سيد شمعون، قلها. أقول عنه بأنه حر الأفعال والأقوال وحر التصرفات والرفض والقبول. حتى ولو سرق مالي وبيتي. أنا لم أسرق مالك، بل اشتريت منك المنزل ككل الناس. تقصد أنك لن تعقد قراني بسارة؟ كيف أعقد قرانك على سارة وأنت وسخت اسمنا بين الناس يا رجل؟ اسمع يا سيد شمعون، لن أشتكيك للشرطة ولن أسجنك. لماذا؟ لماذا يا رجل؟ لأني راغب في مصاهرتك ولا أريد لك السجن. افعل ما يحلو لك وتحرك. هي تحرك من أمام بيتي. تطردني يا سيد شمعون؟ قلت تحرك من هنا. هيا تحرك. ما كان عليك الصفعة يا أبو طارق، ولكنه عديم الأخلاق. ليس عديم الأخلاق، ولو كان كذلك لأخذها إلى منزلي دون علم أحد بها ودخل عليها. كلامك صحيح، ولكنني لم أتحمل البنت وهي تبكي، ونحن لا نستطيع مساعدتها. الذي أبكاه والدها وليس نجيب أبو طارق. فهمت كلامك. ماذا فهمت؟ علي أن لا أكلمه أن يغادر المنزل وأن يبقى في الحارة لأكون سندا له. وهو أيضا سيكون سندا لنا. ها؟ كيف سيكون سندا لنا؟ نجيب شاب طيب وصالح، يكره الظلم ويحب الخير لكل الناس. إن هيأناه جيدا سيكون خيرا للبلد. سأقطع قدمك إن رأيتك واقفة خلف باب البيت، وأنا سأقطع رأسك بكل تأكيد. وأنا سأبحث لك عن زوج كي يستر فعلتك الحمقاء والسوداء. وأنا لن أتزوج من الرجال إلا من نجيب. أخرسي أخرسي أخرسي. ولو قتلتني لن أسمع كلامك ولن أتزوج إلا من نجيب. سنرى 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 يا سارة كلام من سينفذ. إنها مجنونة منذ أن تعلقت بهذا الشاب الغريب. أرى أن نداوي مرضها هذا بقطع رأسها. اهدأ يا شريف اهدأت. المهم أنها عادت إلى البيت ولم يلحظ أحد مرورها، ويكفي أنها ابتعدت عن هذا النجيب إلى غير رجعة. هل أنت متأكدة أنك حامل يا تقوى؟ هذا ما أكدته الحجة ريحانة. يا سلام يا سلام، هذا أجمل خبر سمعته في حياتي. عتيقة افرحي يا عتيقة، زغردي أيتها العاقر. نادري هذا دويدار بسرعة. يا دويدار دويدار تعال يا لأ. من أين لك بهذا الرغيف؟ إنه لطالب علم، لقد أرسلتني سيدتي فخرية لإعطاه له عند الباب. هاته من يدك. تفضل. تعال أنتري. ماذا تفعل هنا؟ أنتظروا. أخرس هيا تحرك إلى الخارج. هل أنت حزينة علي؟ أم أنك شامتة مثل رشيدة؟ أنا لست رشيدة. يعني أنك حزينة. أنا لست حزينة ولا فرحة، بل ما حدث أمر خطير. وما الخطورة؟ الخطر على أنفسنا. لم أفهم عليك. نحن الأشراف والسادة نتعرض للضرب والقتل داخل قصرنا. هل فهمتي؟ فهمت. الآن ضرب الشاعر، وغدا ربما يضرب ولي العهد، وبعد غد ربما أنت.
أو رشيدة أو أنا، من يعلم؟ لقد نبهتني لشيء خطير جدا. ألم أقل لك أنه خطير جدا ما حصل في القصر؟ لقد رأيتهم يا سيدتي. وأنا أقول لك لا دخل لهم فيما حصل، وأن عندما ضرب الشاعر جميعهم كانوا عندي منذ ساعات يخدمونني في مخدعي. سيدتي إن الشاعر متأكد أن أحدهم هو من قام بضربه. وهل رأهم بعينه يا راجح؟ لا، لم يرى أحدا منهم، بل اذهب إليه وقل له خاف الله فيهم، إنهم بريئون ما تتهمهم. أمرك أمرك. سلمت يداكم يا دويدار. على ماذا يا مولاتي؟ لا شيء، سوى إني أحببت أن تسلم يداك. سلمتي مولاتي؟ لا أعرف من أتهم يا طارش. الأمر أبسط مما تتخيل يا سيدي. نأخذ 3 من العسكر العاديين ونضربهم حتى يعترفوا أنهم من ضربوا الشاعر، ثم نخرجهم إلى الساحة ونقطع رؤوسهم وانتهت المسألة. وهذا هو عين الصواب يا طارش. أحسنت، اذهب في الحال وخذ ما ذكرت من الجند واضربهم حتى يعترفوا بما فعلوه بالشاعر، وضعهم في السجن حتى يحين قطع رقابهم. هل أخذت حقك كاملا من أبو فرج؟ ليس كله، ولكني سكت عن الباقي حتى يحين الوقت، لأنني لا أريد أن تكبر العداوة بيني وبين أخي حفاظا على أولادنا. بارك الله فيك يا أبو طارق. الحمد لله على كل خير، الحمد لله. بعد غد سنذهب لبيت أبو مروان لعقد قران ابنته زكية لسالم. إن شاء الله، ومبارك علينا هذا الزواج. الله يا لطيف يا عظيم، يا رب ساعدها، يا ملين الحديد، يا عظيم يا شديد. قولي يا الله، قولي يا الله يا بنتي، ساعدي نفسك. لنقرأ الفاتحة على نية التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن شاء الله مبارك هذا الزواج. الله يبارك فيك يا شيخ. أسأل الله أن يجعل هذا الزواج سترا لهما جميعا. آمين آمين. مبروك يا ابني سالم، مبروك. مبروك يا سالم، مبروك. مبروك يا أبو طارق. مبروك يا ولدي، مبروك. لف يا طارق. أنا أفكر بأن نبعث لأخيك رسالة لقصر النائب. وأخي ما سيدري عن أخويك يا مزنة؟ ربما يعرف عنهما شيئا، أو سيساعدنا في البحث عنهما، فربما هما قريبان منه وهو لا يعلم. ربما، ولكن حتى وإن هو وجدهما لن يستطيع العودة، العسكر حتما سيأخذوهم. أنا لا أريد منهما العودة يا كاتبة، أريد فقط أن يطمئن قلبي بأنهما ما زالا على قيد الحياة. لما لا؟ إذن لنذهب إلى الشيخ صادق ونجعله يكتب رسالة لنرسلها إليه. قم أجل، هيا بنا. ما فادني لا حنيت، حنيت بكيت، ما فادني لا حنيت. لا أريد كتابة الرسالة كما تريد. لماذا يا شيخ؟ لأن الرسالة سيقرأها العساكر لا محالة. لم أفهم. لا نريد أن نكشف سرهما بين العسكر، لأنهما هاربان من القرية. وما العمل؟ سأكتب له كلمات غامضة، وأكيد سيفهمها حكيم، وسيبحث عنهما إن شاء الله. إن شاء الله. الدويدار يقول أن رسالته وصلت إلى القصر ولم تسلم له. أبداً يا سيدتي، كل الرسائل التي تصلنا تسلم لأصحابها على الفور. هل سمعت يا دويدار؟ رسالتك لم تصل. وكيف هذا؟ والعسكري أخبرني أن الرسالة وصلت لقائد الجند راجح. وأين هذا العسكري لأثبت لكم أنه كاذب وأني لم أتسلم رسالة منه؟ وهل تريد ذلك العسكري لكي تقطع رأسه ليثبت أنه كاذب؟
لا بل أسأله فقط. اذهب واحضر العسكري على الفور. الدويدار مشتاق لأهله، ألا يحق له أن يقرأ رسائلهم؟ بلى يحق له، وأقسم لك بالله. لا تقسم. قدم لي الطعام وبسرعة. حاضر حاضر. قفي واسمعي ماذا أريد من الطعام. ماذا تريد من طعام؟ ألا تقولين ماذا تريد يا سيدي؟ ماذا تريد يا سيدي؟ اللحم ثم اللحم ثم اللحم. حاضر حاضر. ما السبب الذي أرسلني من أجله راجع لهذا البيت؟ لكي أذل سكانه؟ إنه لم يقل لي. أنا سأتدبر أمري وأعرف ما فعلوا له. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفكم يا جوهال؟ شفت زيد؟ زيد 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 كان هنا. كان هنا، شافك خرجت خرج بعدك. شهد يا الله، وين خرج بعدي؟ يعني احنا ناقصين اللاعب الجوهال، رجينا نبنين احنا؟ شهد يا الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا دكتور. ها، كيف حرق لك؟ والله توقع يا دكتور، لكن اليومك أحسن. ها شوية وبقوم أجارح لك. خلصنا أنت وبه البقية، وأنا شو أروح أشوف زيد. من أشتروا سالم؟ لما تش نجلس هنا إلاني فرق رحم الراحمين. سالم المش زليق والأكل زليق، شينا متقوع. طيب لو خرجنا شو قتلونا؟ ما بيقتلك إلا أنت، ولا مهم ما فيش عليهم شيء إلا أنت شي تقتلهم قوع وعطش علشان تحمي نفسك. أحمي نفسي؟ طيب ماذا انت خايف عليهم هكذا؟ خذهم وخرجوا. انا ما بخرج، بجلس انتظر زوجتي هنا، ما بخرج الا لما اموت. يا اخي اللي تجلس كذا تعمل لنا مغامرات وكانك اشتقتنا وانت منتظر لك لزوجتك. زوجتك لو كانت تحبك بعد ما عرفت مكانك المفروض كانت تجي، ليش ما جاتش؟ يمكن رسائلي ما وصلتش. ها اتصل له. مين اتصل له؟ انت داري انه لنا شهر هنا لا تلفونات ولا كهرباء، كيف اتصل؟ بس حبيبي الحل معي، معي تلفون، لما رحت عندي الأكل. معك تلفون؟ هاتو. عمنا كم اشتقلس تفتش؟ ها اشتغل. اسمع انا شي اروح ابصر لنا زيد، وانت اوبه للاطفال، خلي ذا الالي معك، وبينك بدك توقف من خالي، شكله كذا ما مش طبيعي. طيب يا سالم لما تش نجلس هنا؟ قلنا لما يفرق الرحمن الراحمي. ما ليش تتفرق بعد ما يموت جوع؟ حجر